اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه نكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي ابتديناها مع بعض على القناه. الناس الاول مره تشوفني القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات خاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات الموجوده على القناه. لو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه، نفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. الفصام يا جماعه بيصيب حوالي 1.1% من سكان العالم، بيتم تشخيصه في سن من 16 سنه ل 25 سنه. عاده الامراض الذهانيه ناتجة عن الوراثة بتصيب الرجال بمعدل 1.5 مرة أكتر من النساء، لذلك نجد الكثير يبحث عن الأدوية المستخدمة في علاجه. أحد الأدوية الأكثر استعمالا من مجموعة البيوتيروفينون، وهو أحد الأدوية الأساسية في منظمة الصحة العالمية، بيسوق تجاريا تحت اسم هالدول، شركة جونسون أند جونسون اللي هي اللي بتنتجه. وسبب عمل هذا الفيديو عن هذه المادة هو أن أحد المواقع الطبية الشهيرة أجابت على أسئلة الناس باستخدام هذه المادة للتخلص من التأتأة في الكلام خاصة للأطفال. فإيه هي تفاصيل هذه المادة بالتفصيل هنعرفها في الفيديو ده، ولكن بعد الفصل. ورجعنا لكم تاني بعد فاصل، اهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هي الماده الفعاله؟ الماده الفعاله يا جماعه اسمها هالوبيريدول، الصيغه الكيميائيه بتاعتها C21H23ClFNO2. تصنيفها كدواء بنعتبرها من مضادات الذهان، فئه الامراض اللي بتعالجها الامراض النفسيه، والعائله الدوائيه بنعتبرها مضاد ذهان نموذجي، يعني تيبيكال انتي سايكوزيس. طب الاشكال الدوائيه الموجوده من هذه الماده موجوده في صوره حقن، وموجوده في صوره حقن طويله المفعول، وموجوده في صوره قطرات يا جماعه بتتاخد عن طريق الفم، وموجوده في صوره اقراص بتركيز نص وواحد واثنين وخمسه وعشره وعشرين ملي جرام. طيب الاسماء التجاريه كتيره جدا يا جماعه، وكل اسم من الاسماء التجاريه موجود في الاشكال الدوائيه اللي انا قلتها: هالدول، هالوبيردول، هالوكسين، سيريناك، ابو هالوبيردول، ويرا بيدول، هالوناك، هادول، سينورم، نيورالدول، هالي بيريدول، جينر كلب، وهالوناك، وايزو بيريدول، وهالول، وديستينول، وهولتيفورت، وبيريدول، وسفيناك، وسيريناس، وسيلادور. كل دي اسماء تجاريه لنفس الماده الفعاله مع شركات تصنيع للادويه كثيره جدا. طيب طريقه عمل هذه الماده بيرتبط مع مستقبلات معينه موجوده عندك في المخ زي مستقبلات الدوبامين 2، وبالتالي بيؤثر على عملها، وبالتالي هيأثر على عده عمليات موجوده في الجسم زي الايض ودرجه الحراره ومنعكس القيء. هو من الاخر بيقلل من نشاط الدوبامين الزائد في المخ، فبيقولوا ان هو بيستعيد توازن النقلات العصبيه في المخ زي السيروتونين والدوبامين. وبالتالي ايه هي الاستخدامات بتاعته؟ بيستخدموه في علاج الاضطرابات الذهنيه زي انفصام الشخصيه، الشيزوفرينيا، الذهان الحاد، الناس اللي عندها الهوس اللي هي المانيا، الخرف او مرض الرقاص، القلق الشديد، والامراض المصاحبه للهلوسه والاوهام والهذيان. وبيستخدموها كمان في تسمم الكحول الالحاد، واحد شرب جرعات كبيره من الكحول وحصل له تسمم بيستخدموه في علاجه. كمان بيستخدموه في علاج اعراض متلازمه توريت اللي هو توريت ديس اوردرز اللي هو بيجي في صوره تشنجات عضليه وكلاميه. كمان بيستخدموه في علاج الاضطرابات السلوكيه الشديده عند الاطفال زي الاطفال اللي عندهم فرط حركه ونشاط. بيستخدموه في الاضطراب الفصامي العاطفي، بيستخدموه ان يمنعوا الرغبه في الانتحار وان الناس تاذي بعضها. كمان بيستخدموه في علاج القيء والخسيان نتيجه الهياج الحركي والنفسي، وكمان بيستخدموه في علاج الفواق او الزغطه. طيب الجرعه بتاعته ازاي وطريقه الاستعمال؟ ممكن اخدها مع الاكل او بدون اكل، لكن اخدها بعد الاكل يا جماعه لو اتسببت لي في اضطرابات في المعده. الدواء النقط يا جماعه بيتم تخفيف تركيزه عن طريق الميه او عصير. الحقن مصرح بيها ان هي تتاخد عن طريق العضل فقط، ولكن بعض المراكز والمستشفيات والصيدليات بتديها عن طريق الوريد. خلي بالكم الحقن بتبقى على شكل ايستر حمض الديكانويد،
وبنوصي دايما بمراقبه التخطيط الكهربائي للقلب، يعني نعمل رسم قلب ونشوفه كويس جدا عند اعطاء هذا المركب بالحقن الوريدي. دي كانويت الهالوبريدول، ده شكل طويل المفعول بنستخدمه من هذه المادة كعلاج دائم للاضطرابات الذهنية المزمنة بعد الحالة ما تستقر بالعلاج الفموي أو الأقراص أو النقط. عدد الجرعات يا جماعة بيبقى يعني هديله جرعة ولا اتنين ولا تلاتة، بيبقى حسب دواعي الاستخدام. يعني مرضى الفصام ممكن نديهم من جرعتين لتلات جرعات يوميا، الجرعة الواحدة من نص لاتنين ميلي جرام. الأطفال فوق 3 سنين اللي عندهم الفصام بنديهم نص ميلي جرام من جرعتين لثلاث جرعات. طيب في حالة الهذيان والتسمم الحاد بالكحول بدي الجرعة بتاعتي من نص لواحد ميلي جرام، ممكن أكررها عند الحاجة أو عند الضرورة بعد نص ساعة أو ساعة بالكتير، وممكن أدي جرعات كل 4 ساعات بحد أقصى الجرعة الواحدة تبقى 5 ميلي جرام يوميا خلال اليوم كله، 5 ميلي جرام وبس، أستمر على كده لمدة 7 أيام فقط. في حالة الهياج والسلوك العدواني لمرضى الذهان الحاد والمزمن، الكبار يا جماعة بستخدموا مادة الهالوبريدول في صورة 5 ميلي جرام كجرعة، أكررها بعد نص ساعة عند الضرورة، ولما الحالة تستقر، طبعا الكلام ده كله في صورة حقن، لما الحالة تستقر أبتدي العلاج عن طريق الفم في صورة النقط أو الأقراص. الحقن يا جماعة بتعطى مرة واحدة كل 3 أو 4 أسابيع، لأن الجرعة بتاعة الحقنة تعادل 10 مرات الجرعة اليومية من الهالوبريدول اللي باخده عن طريق الفم سواء كان نقط أو أقراص. جرعة كبار السن يا جماعة بنحاول نقللها للنصف، واقصى جرعه لكبار السن يوميا 5 ملي جرام. وخلي بالكو الناس اللي بتاخد الحقن سواء صغير او كبير لازم ابدل الالية بين كل حقنه والتانيه. طيب التوافر الحيوي بتاع هذه الماده حوالي 60-70%، الربط البروتيني 90%، فتره عمر النصف حيوي يعتمد على الطريقه اللي انا بدي بيها. يعني فتره عمر النصف حيوي لما بديه وريد من 14-26 ساعه، لما بديه عن طريق العضل 20.7 ساعة، لما بديه عن طريق الفم من 14-37 ساعة، الإخراج بيتم إخراجه عن طريق البراز، عن طريق القناة الصفراوية، وعن طريق البول. طب فعالية الدواء بتبتدي إمتى؟ أبتدي أشعر بتحسن مش أقل من 2-3 أسابيع، بداية الفعالية بتاعته هو بيمتص سريعا يا جماعة، المفعول بتاعه بيبتدي بسرعة، ولكن تأثيره في الأمراض بيتأخر شوية. لو نسيت الجرعة ما ضاعفش الجرعة بتاعتي، أسيب الجرعة اللي أنا نسيتها وأكمل جدول الجرعات كما هو، لكن لما أوقف الدواء لازم أوقفه عن طريق التدريجي، يا إما هيحصل لي أعراض انسحاب هتتمثل في الآثار الجانبية اللي هقولها دلوقتي. طب لو خدت جرعة زايدة من الدواء ده عشان أحس إن أنا بتحسن شديد في الحالة، للأسف يا جماعة أعراضها بتبقى قاتلة، بيجي في صورة ضيق في التنفس وإغماء وقد تؤدي للموت المفاجئ. طيب بالنسبة للآثار الجانبية بتاعت هذا الدواء على مستوى الجهاز الهضمي، بيعمل لي غثيان، قيء، جفاف في الفم، بيعمل بعض الناس إمساك أو إسهال، فرط في إفراز اللعاب، تلاقي فيه لعاب سايل من بقه، وألم في البطن. على مستوى الجهاز العصبي بيعمل أعراض جانبية خارج هرمية اللي بنسميها اكسترا بيراميدال سايد افكتس، زي ايه؟ زي اضطراب الحركة وتناسقها، تلاقي فيه رجفة، حركات غير طبيعية في عضلات الوجه، زي تلاقي الملامح بتاعت الوجه بتاعته جامدة اللي هو بيسموه الوش الخشب او الماسك فيس، حركة عين غير طبيعية، رمش للعين باستمرار، تلاقيه بيخرج لسانه، عض الشفاه دايما بيعمل حركات ببقه كأنه بيمضغ أكل، تشنج مفاجئ في الرقبة، خلل وتوتر في العضلات، تلاقي في العضلات عنده في جسمه كلها بيحصل لها انقباض، تعذر الجلوس وخلل الحركة وتململ، ويحس أنه هو بالشيخوخة كأنه كبير وراجل مسن. الدواء كمان بيسبب دوار وصداع، غيبوبة، نعاس بالنهار، صعوبة النوم بالليل، اكتئاب وتقلبات مفاجئة في المزاج، وعدم وضوح الرؤية والسقوط واصفرار لون البشرة وبياض في العين. على مستوى القلب والأوعية الدموية بيعمل تسارع في نبضات القلب، أحيانا بيعمل انخفاض وارتفاع في ضغط الدم، اختلال نظام القلب وانحلال الربيدات اللي هو الربيدوميلوزيس. على مستوى الجهاز التناسلي والبولي بيعمل تضخم للثدي ونزول إفرازات زي اللبن في عند الرجال وعند السيدات،
تأخر أو عدم نزول الدورة الشهرية للنساء بيعمل ضعف جنسي للرجال، وأحيانا بيسبب قزاح. قزاح يعني انتصاب مستمر لساعات طويلة لدى الرجال، وبيعمل كمان صعوبة في التبول. كمان بيزود حساسية الشمس، فالناس اللي بتاخده لازم تحط واقي في الشمس أو تتجنب الخروج في الشمس أثناء تناول هذا الدواء. طيب هل في أي تدخلات دوائية مع هذا الدواء مع أدوية تانية؟ أكيد يا جماعة، أدوية السيولة زي الوارفارين، أدوية الصرع زي الفينيتوين والفينوباربيتال والكاربامازيبين، أدوية الاكتئاب واضطراب ثنائي القطب زي الليثيوم، الفلوكسيتين، البروكسيتين، السيرترالين، الأمتريبتايلين، الأسيتالوبرام، كمان مضادات حيوية زي كلاريسوميسين، ليفوفلوكساسين، أزيثروميسين، أدوية القلب، الناس اللي بتستخدم زي الأميودارون، الكوينيدين، درونيدارون، الكينين، البنتامايدين، أدوية الفطريات زي فلوكونازول وإتراكونازول، أدوية الدرن زي الريفامبيسين والأيزونيازيد، أدوية الغثيان والقيء يا جماعة زي الأوندانسيترون، كلور برومازين، أستيمازول، سيسابرايد، دايزوبيراميد، دوفيتيلايد، دومبريدون. اي ادويه للقيء والغثيان يا جماعه بتتدخل مع هذا الدواء بشده. ادويه الملاريا زي الكلوروكين والميفلوكين، ادويه الاضطرابات الذهنيه زي الكلوزيبام والبايبريديل، الادويه المضاده للكولين اللي هي زي اي حاجه مضاده للتشنجات اللي هي البلادونا الكالويدز او اي حاجه للمغص يا جماعه، الادويه المخدره والمسكنات والمهدئات زي المورفين والميثادون، مضادات الهستامين ومضادات الحساسية وأدوية البرد، أدوية الصداع النصفي وأدوية الضغط يا جماعة، الفينوسيازين لو خدناه مع هذه المادة بيزود عندي الصرع، أدوية الإيدز زي الريتونافير واللوبينافير والبوزبيرون بيزودوا مستوى الهالوبريدول في الدم وبالتالي هتزيد عندي الآثار الجانبية. في دواء تاني اسمه أميسوليبرايد لو أنا خدته مع الهالوبريدول بيعمل تسمم عصبي، بيتسبب يعني إيه تسمم عصبي؟ يجي لك ضعف، حمى، ارتعاش، ارتباك، خمول، تغيرات في صورة الدم عندك وتضررات للمخ. دواء اسمه تريبتوريلين وترامي بيكسول، عايز اقول لكم ان الهالوبريدول بيقلل مفعولهم، فانت لو بتاخدهم لعلاج حالة معينة ما بيبقى لهمش اي تأثير. عندنا كمان بيتفاعل مع الاناجريليد واكسيد الزرنيخ الثلاثي. كمان الناس اللي بتشرب كحول بيزيد عندها الدوخة والاثار الجانبية الاخرى الخاصة بمادة الهالوبريدول. طيب ايه هي موانع استعمال هذا الدواء؟ اول حاجة في الحمل كاتيجوري سي، يعني لو انا اضطريت ان انا استخدمه في الحمل خلال اخر 3 شهور لازم اراقب حديث الولادة كويس جدا في الايام الاولى، لان بيحصل لهم هياج ورعشة، ضعف او فرط في التوتر، صعوبة التنفس واضطرابات في النوم. كمان في الرضاعة يا جماعة بيفرز في اللبن وبيسبب اثار ضرر على الرضيع، لو انا اضطريت ان انا دي اقصى جرعة ممكن يوميا هي 10 ملي جرام للام المرضعة. كمان يا جماعة الناس اللي بتتصاب بهبوط شديد في الجهاز العصبي المركزي، مرضى الغيبوبة، مرضى الباركنسونيزم، الإصابة بمتلازمة الذهان الخبيثة. هتقول لي إيه هي متلازمة الذهان الخبيثة؟ واحد بياخد مضادات ذهان أو أدوية ذهان وجاله فرط حرارة، ارتفاع حرارة غير مفسر ملوش أي تفسير، مع اضطرابات عصبية عضلية ما ينفعش ياخد هذا الدواء. كمان يا جماعة قيادة السيارة وتشغيل الآلات الحادة، لأنه الدواء ده بيأثر على النشاط الجسدي والعقلي للمريض. كمان ما ينفعش اوصفه لمرضى ثنائي القطب البايبولار ديس اوردر، كمان ما ينفعش اوصفه للناس اللي عندها الذبحه الصدريه او جات له قبل كده ذبحه صدريه، الناس اللي عندها قله في عدد كرات الدم البيضاء، الناس اللي جات لها مرضى النوبات القلبيه. ايه هي اهم الاحتياطات والتحذيرات للناس اللي بتاخد هذه الدواء؟ اول حاجه لازم نستخدمه بحذر جدا مع مرضى القلب والشرايين، مرضى الخرف، الجلوكوما، الناس اللي عندهم قصور في الكلى، مرضى الوهن العضلي الوبيل، الناس اللي عندهم مشاكل في الغده الدرقيه، مرضى الصرع، ومرضى نقص البوتاسيوم في الدم. عند الحقن بهذا الدواء لازم المريض يبقى في وضع الاستلقاء يا جماعة لمدة نص ساعة بعد الحقن، لأنه ممكن يحصل عنده نقص ضغط الدم الانتصابي، يجي يقوم تلاقيه وقع مرة واحدة. السائل بتاع هذا الدواء في القطرات يا جماعة بيهيج وبيحرق الجلد، لو وقع على الجلد لازم تغسله بالمية فورا. هذا الدواء من الأدوية الأساسية في منظمة الصحة العالمية، ولكنه للاستخدام الطارئ وليس العشوائي والمزمن، كما ترون إن هو بيستخدم للتخلص من مشاكل مرضية وفي نفس الوقت من أعراضه إنه بيسبب نفس هذه المشاكل المرضية. لذلك بقول لا يوجد طبيب على الأرض يستطيع تحديد الجرعة المناسبة من أدوية الاكتئاب،
فإما أن يصف جرعة أقل من المطلوب وهنا تستمر أعراض الاكتئاب، وإما أن يصف جرعة أكبر من المطلوب وهنا تظهر الآثار الجانبية للدواء التي قد تكون أقصى شدة من أعراض الاكتئاب نفسها. كمان يا جماعة حابب أقول لكم أن شركة جونسون أند جونسون وإدارة الـ FDA بالنسبة لهذه المادة الهالوبريدول قاموا بإبلاغ حدوث حالات موت مفاجئ وإطالة في موجة الـ QT interval وإحداث حالة اسمها توريزيدي بوينت، دي حاجة من اختلال في نظام ضربات القلب لما الناس أخذت هذا المنتج أو هذا الدواء اللي هو الهالوبريدول عن طريق الوريد أو لما أخذوا جرعات عالية من الهالوبريدول. يوجد الكثير من الحالات التي تتعاطى وتدمن استخدام هذا العقار، لذلك بقول احذروا الاستخدام العشوائي للأدوية فهي للاستخدام الطارئ وليس العشوائي. من يظن أن تناوله لأي دواء هيعدي على مخه وخلاص، أنت محتاج تراجع نفسك. الاكتئاب يتم التخلص منه بالتعامل الجذري مع مسبباته، وسؤالي الشهير للأطباء النفسيين: ماذا لو جاء لك نفس هذا المريض بالاكتئاب بنفس الأعراض قبل اكتشاف هذا الدواء؟ ماذا كان يفعل الأطباء السابقون لمرضى الاكتئاب قبل اكتشاف هذه الأدوية الخطيرة؟ من له أذنان للسمع فليسمع. لا تنسوا متابعتي على صفحة الصحة والتخسيس على الفيسبوك وعلى قناتي التيك توك والكي واي لمزيد من الفيديوهات حول الصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. أتمنى الفيديو يعجبنا، لو عجبنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. ياريت يا جماعة ما ننساش نشير الفيديو كل الناس عشان الناس كلها تستفيد. شكرا ليكم، كان معكم دكتور حنس حشمت، ألف سلامة.